للوقوف أكثر على تورط الميليشيات في سرقة الأراضي وغسيل الأموال وتحديدا في الجادرية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ علاقات دولية الدكتور نعمة الراوي. دكتور نعمة، بداية مرحبا بك. لماذا تصر من وجهة نظرك الميليشيات، ميليشيات الإطار الحاكمة، على الاستيلاء على أراضي محاذية للمنطقة الخضراء وتحديدا في الجادرية؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبقناتكم الموقرة التي تفضح هؤلاء الذيول التي نصبها الاستعمار والذي ابتلى بها الشعب العراقي على هؤلاء القتلة المجرمين. بداية، الحقيقة سمعت تقريركم حول هذه المأساة، وطبعا ليس جديد بما جاءت به الواشنطن، معهد واشنطن للشرق الأوسط، فهذه معروفة أنه هؤلاء القتلة المجرمين سادوا في الأرض فسادا واستولوا على كثير من عقارات الدولة التي قيمها أو قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات، وإذا بهم يضعوها فيما بينهم ويتقاسموها على أساس أنه في المزاد، ومزاد العلني، وهو مزاد غير صحيح بالبتة، وإنما مزاد فيما بينهم ويتقاسمون هؤلاء العقارات لبيعها فيما بينهم، ويتقاسمون أثمانها ويتصرفون بها كسراق، كقتلة، كبائعين لدوائر الدولة. طيب، الإجراءات الحكومية في أي خانة تضعها؟ يعني ألا ترسخ ظاهرة الإفلات من العقاب إن كانت هذه الإجراءات بحسب ما يصفها البعض أنها إجراءات خجولة من أجل وضع حد للاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة أو على الأراضي المحاذية للمنطقة الخضراء؟ ظاهرة الإفلات من العقاب إلى أي مدى أسهمت بتشجيع الاستيلاء أكثر على هذه الأراضي؟ سيد الكريم، إذا كانت الميليشيات هي أقوى من الدولة، فكيف تريد أن الدولة تسيطر أو تحاسب هؤلاء الميليشيات؟ هم أقوى من الدولة وهم يأمرون الدولة، والسوداني ما هو إلا كما قال قيس الخزعلي مدير لديهم، فكيف تدار الدول؟ من أين استمدت هذه الميليشيات قوتها؟ هل لها قدسية دينية بناء على يعني أنها صدرت وشكلت من بفتوى دينية؟ طبعاً طبعاً أخي، مغطاة، لكن كثير من الإعلام ما يفضح هذه المهزلة التي أوجدها السيستاني بتصرفه اللامسؤول في الدولة العراقية، أنه يعطي شرعية لهؤلاء القتلة الذين أفسدوا في الأرض وأفسدوا في الدولة العراقية، ولذلك يتصرفون بعنجهية وبقدسية بفتوى من السيستاني، وهذا غير جائز لا شرعا ولا أخلاقا. هناك من يرى، نعم دكتور، تفضل. هناك من يرى أن الاتجار أو يعني الاستيلاء على الأراضي والعقارات من قبل الميليشيات هي أحد وسائل وأحد أدوات غسيل الأموال وتبييض الأموال من أجل تهريب هذه الأموال، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ حقيقة أخي الكريم، لأن هؤلاء لو ترجع إلى ماضيهم لم يكن لديهم، الفقر ليس عيب، لكن اقتناء أموال غير مرخصة وحرام من الآخرين بالقتل والنهب والسرقة، هذا هو الحرام، ولذلك أنه يبدأون بتصدير هذه الأموال وغسلها وجعلها نظيفة وهي من دماء العراقيين.
من القتل المستوحش في الجسد العراقي، ولهذا يهربوها إلى إيران وإلى الدول الغربية. ومع الأسف الشديد كثير من الدول الغربية تقبل بهؤلاء الأموال التي تأتي بالحرام. طيب الآن خطوة السوداني يعني تقريب الميليشيات أو التقرب من الميليشيات بمنحها مناصب اقتصادية وسياسية كبيرة سواء في المخابرات أو في باقي مؤسسات الدولة الحساسة، هذا الأمر كيف ستكون عواقبه بناء على أن الميليشيات قد ابتلعت العراق اقتصاديا وابتلعته سياسيا وصادرت عقاراته واستحوذت على أراضيه؟ بالتالي هذه الخطوة من السوداني كيف تنظر إلى أثرها بالمستقبل؟ الحقيقة السوداني كما قلت سابقا أنه هو موظف لديهم وليس رئيس وزراء، موظف لديهم. أخي الكريم، حقيقة احنا كثير من المسائل نتكلم بها ونحكي بها ونقول كذا، لكن الدولة مسروقة، الدولة منهوبة من هؤلاء القتلة الميليشيات التابعة لإيران. ولذلك ترى أنه ما يسمى بالإطار هو محمي هؤلاء القتلة، محميهم، وهم يتصرفون كما يشاءون، وليس لأي أحد من المسؤولين أن يستطيع أن يقول لهؤلاء قف أو لا تفعل كذا، لأنه سيلاقي حتفه في اليوم الآخر. من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك أخي الكريم.